أبو خالد، هذا الرجل اللي كتب عن حالات الحب طوال 50 سنة، هل كان يكتب قصص عاشها أم قصص سمعها؟ هذا بالنسبة لي يعني أنا؟ إيش؟ أنا أعتقد إنه سبق إنه قلت إنه الشعر بحد ذاته في مفاهيم يعني مختلفة للشعر. أنا مفهومي للشعر إنه إذا كنت شاعر فيجب توظيف كل شيء للشعر حتى بما فيها مشاعرك، بمعنى إنه أنا شخصيا ما أقر إنه، مع إنه أسويها يعني ما أنكر هذا، لأنه بس إذا كان إنه ما أقر إنه أنت تكتب أن يكون في مناسبة معينة فتكتب علشانها، يعني فقط على، بمعنى أنه يجب أن تجد في هالمناسبة شيء تكتبه شعر. خلني أعطيها يعني بشكل أقرب، يعني أنه حتى لو كان إنسان على علاقة محبة أو عز أو أي مع أحد، وحب يكتب فيه، اعتقد انه ما هو شرط انه انت تكتب فيه شعر، انت حتكتب فيه كلام ودك توصله، في احاسيس ودك توصلها، بس خاصه به. حتى اني انا اوصف هالموضوع، مع انه انا ما ودي تكرار الشعر، كان الصوره الفوتوغرافيه، في صوره فوتوغرافيه تاخذها لاحد تعزه كثير وتحبه كثير، بس هذه ما تهمك الا انت، تحطها في جيبك، تحطها في محفظتك، إنما ما تعرضها في معرض، لأنه ما لها قيمة فنية، لها قيمة حسية، لها قيمة في قلبك أنت، بس كقيمة فنية ما لها. فأنا كشاعر لما أجد موضوع، حتى لو كان في موضوع، أعرضه على الشعر نفسه، إن صح مع الشعر كتبته، أما صح مع الشعر ما أدري، حتى لو كان مهم. نسمع شعر يعني هذه